الإخبارية السورية ومن منطلق التزامها بأن تكون عيناً على الواقع حاولت أن ترصد وتوثق الواقع في حلب، لعل الإعلام الوطني ينقل الصورة كما هي في حلب وغيرها من مواقع الانتصار وبطولات الجيش العربي السوري. أستاذ عيمان مرحبا. أهلا وسهلا. مبروك النصر أستاذ. مبروك إنا كلنا يا رب، مبروك لسوريا. شعورك اليوم بعد تطهير الجيش العربي السوري المناطق بحلب؟ نحن اليوم عم نحتفل بالنصر. طبعا أنا بفتخر بانتصارات الجيش العربي السوري، يعني قديش واحد بشعر بالفخار، بشعر بالاعتزاز عندما يصل إلى منطقة مثل هاي المنطقة اللي صمت فيها الجيش العربي السوري رغم عشرات الهجمات من الإرهابيين. يعني كما تشاهدين في مختلف أنحاء هذه المنطقة هناك أنفاق، انظر إلى هذه الحفرة الكبيرة التي دمروا فيها برج كلية المرور. أستاذ عماد، لكل فريق الإعلام السوري الوطني يلي يمكن كان بجانب أبطال الجيش العربي السوري عم يوثق لحظات الانتصار، شو بتحب تقلون عبر الإخبارية السورية؟ أنا بقلون للفريق الإعلامي الله يحميكم، حملتوا الراية مع الجيش العربي السوري، كنتوا خطوة خطوة مع الجيش العربي السوري. أنا بفتخر بكل إعلامي، سواء من أكبر إعلامي لأصغر إعلامي، حتى للمستخدم في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكر خاص للجميع، للمصورين خاصة الذين يكونون مع المذيعين في كل مكان، في مناطق خطيرة مثل هي المناطق المتواجد فيها متفجرات، في كل مكان مفخخات. يعني هلا كنا عم نقيم شريط صغير من الأرض، ركض أحد الجنود قال أرجوكم لا حدا يمس أي شريط لأنه هناك مفخخات في كل مكان، ممكن أي تحريك أي شريط يؤدي إلى انفجار. هؤلاء متواجدين في كل مكان، نحن متواجدين في المكاتب عادة، أما أنتم فأنتم متواجدون في الميدان، فلكم شكر خاص وتقدير وتحن لكم الهامات، والله يحميكم يا رب. الله يحميك أستاذ. خلينا نروح ضياء نحن وأنت بجولة. مرحبا. أهلا وسهلا ربا، احكي لنا شعورك اليوم بوجودك هون وبتطهير الجيش العربي السوري المناطق بحلب وبإعلان النصر بحلب، هالمواكبة الإعلامية يعطيكم العافية، الشعور؟ هلا شوفي، أنا قديما جاي على حلب وزاهر المدينة القديمة وعلى باب أنطاكيا اللي فيها ذكريات كتير حلوة. هلا جيت دور على ذكرياتي هون، على بعض الخربشات اللي حطيتها على الحيطان بسنوات السلم والفرح، يمكن رجعت خربش حدا لنقول إنه نحن حطينا ألم لنهاية الحرب وإن شاء الله رح تكون قريبة نهاية كل الحرب، لحتى نطلع من منبر هو منبر الحقيقة. لما تطلعي من جبهة متقدمة للجيش العربي السوري وتشوفي شراسة المعارك اللي صارت هون لتقولي الكلمة، الكلمة بيكون إلى تأثيرها، بتكون قوية. ما بدي أقول مثل الرصاص لأنه ما بدنا نستخدم هاي المصطلحات حتى هلأ، خلي كلمتنا مثل طيور الحمام عم بترف لتنشر السلام وتوصل رسالة سوريا اللي هي السلم والأمن. أنا هي أهم تجربة خطة بحياتي، يمكن من الاستوديو شيء وإنك تطلعي على الجبهة لتنقلي كلمة وتنقلي شعور ومزاج وتكوني جنب الجيش العربي السوري شيء تاني، فهي يمكن واجبنا. وصدقيني حجم الفرح حجم الألم اللي شفته نتيجة الدمار بس بتغطي عليه نتيجة المعركة آخر شيء اللي انتصر الجيش العربي السوري لكل العالم بإرادته بقوته ببندقيته. شكرا كتير لك عبدو الزمام، كمان كنت بساحات القتال واليوم النصر، أول شيء مبروك النصر، حكي لنا عن هالتغطية الإعلامية اللي كانت الإخبارية السورية مواكبتها مع أبطال الجيش العربي. ألف مبروك لحلب، بحق لها لحلب تنتصر، بحق لهذا الشعب يرجع يضحك، هذا هو الشعب العربي السوري، نحن مهد الحضارات وأرض الأديان السماوية، ستبقى سوريا هي بلد السلام. وبتشكر جميع الضيوف اللي إجوا معنا من الشام والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إصرارهم على أن يكونوا في هذه المنطقة وأن يكونوا جنب إلى جنب. نؤكد مجددا بأن إرادة الصمود لهذا الشعب العربي السوري لا يمكن أن تقهر، وسوف تبقى تحقق المعجزات وترسم حدود لا يمكن أن يطالها الزمن. شكرك إليك وشكر جميع زملائنا وطبعا المصورين اللي كانوا معنا جميعا، تعب كتير كبير ولكن هذا التعب زال لما رجعت هاي الفرحة لهي المدينة. شكرا لك. شكرا. كمان خليني أتوجه لوليد هناي مراسل الإخبارية السورية بحلب يلي واكب عبر سنين طويلة مراحل الحرب
ومراحل الدمار يلي صار بحلب، اليوم شعور النصر خلينا نوصفه للمشاهدين، اليوم شعورك وقت تطهرت المناطق من رشس الإرهاب بأيدي أبطال الجيش العربي السوري؟ مبروك لنا. مبروك لنا ولكم ولكل مواطن شريف الجمهورية العربية السورية. طبعا شعور لا يوصف، هذا أكبر دليل عليه هو يوم أمس والشي اللي صار من الاحتفالات بالشوارع وبحت الصوت لحالة هي اللي حكت لجواتنا من آلام مرينا فيها بمدينة حلب، سواء كان على صعيد المراسلين صغار وكبار ومدنيين وكل مواطن تحاصر في هاي المدينة في وقت سابق، هاي المدينة اللي عانت معنتهم الإرهاب من جرائمهم. شكرا كثير لك. كمان المصور جندي وراء الكاميرا، أول شيء مبروك النصر، وشو شعورك بعد تغطيتك للعديد من المعارك؟ اليوم نحتفل بالنصر. أول شيء النصر نهدي لكل أمهات الشهداء، نهدي لكل جرحانة بالجيش العربي السوري، ونقول لهم ألف مبروك، مو بس لحلب، لسوريا عامة. ومبروك النصر، مبروك النصر. أحلى شعور ممكن الواحد يحسه بحياته أنه ترجع أرضه، ترجع حلب الشهباء، خاصة بعد ما رحنا وشفنا حالات العالم كيف كانت عايشة قبل بظل المسلحين، كيف كانوا يتعاملوا، كيف حالاتهم المبكية. فلما رجال الجيش العربي السوري رجع الأراضي، رجع حلب القديمة، فهذا فخر كتير لنا. نعم، شكرا كتير لك. اسمحوا لي للمصور ضياء، احكي لنا عن شعورك. هذا أحلى شعور أنا بحسه، أنه أنا بنقل صورة عن واقع وصلنا له بعد آلام كبيرة وبعد دماء شهداء، يعني تأثرنا فيها وبكينا مشانها، وألف حمد وشكر لك يا رب أنه خليتنا نوصل لهون. وبقول أنه النصر إن شاء الله على أيادي الجيش العربي السوري. خلينا إحنا من بستان الأصل، خلينا نشوف زميلنا ربيع ديبة. ربيع، الحمد لله على السلامة. مبروك النصر. هاي حلب، يعني أنا ما بعرف شو بدي أقول، بس كنت عم بجول بالأحياء القديمة مع شباب الجيش، مع وحدات الهندسة، تفكيك الألغام. مبروك نصر حلب، مبروك الشهباء، إن شاء الله عبال تدمر، عبال دير الزور، عبال كل المحافظات السورية. الحمد لله تعب الإخبارية السورية ما راح شهر، ووشنا وش خير على أهل حلب. سامحونا يا أهل حلب إذا قصرنا، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على طول أي مدينة بسوريا رح تتحرر رح نكون أول جماعة. وأنت؟ فريق الإخبارية السورية حرص على التواجد في مدينة حلب الشهباء والقيام بواجبه الإعلامي لرصد حقيقة الواقع هناك ومواكبة انتصارات الجيش العربي السوري. كنا معكم عم نواكب عمل الإعلاميين. أنا بدي أتشكر كل الفريق يلي هو مشارك معنا، بدي أتشكر كل الإعلام السوري يلي نحن موجودين هون ببستان القصر، بدي أتشكركم. كنت معكم أنا ليا نحاس للإخبارية السورية. باي باي.